نحكيو شوية على الخروج نتاعك من الاسبيرونس السعودية يوم 1 جوان 2019، هكا ولا مفاجئ شوية كان العباد مستناتوش بعد ماتش الوداد بالضبط في الليل، العباد مازالت فرحانة بالتتويج. انت اخترت الوقت هذاك كيف جيت؟ اولا نحكيو من الاول كيفاش كان الاتصالات مع الابها وبعد تو نجيو بقية التفاصيل. هي الحقيقة صححت قبل معناها صححت في الجمعة ما بين الماتش اللي لعبناه في المغرب والماتش اللي لعبوه في تونس، من بعد ما لعبنا في المغرب روحنا لتونس غير من غدو الحي معناها غير طلعنا وتفهمنا غير صححت في تونس ولا في السعودية؟ لا صحنا لهنا في سوسة. عايش في سوسة في تونس بعيد على عينين تفهمنا وصحيت وتفهمنا معناها ما تخرجش. التصوير كان بعد فينا شامبيونز ليج، هذا من اختياري انا معناها قالوا لي لا لا بالشامبيون فرحانين، قلت لهم المراه اول شرط نحب نلعب الماتش نتاعي مرتاح من غير حتى شيء بيني انا وياه، ساعات كل شيء يوفى الماتش هبط التصوير اروح هذاك هو شنو صار وفين الماتش هبطوا مع التصوير. ما كانش نجم تكون فيها مخاطره لو كان خرجت التصوير قبل لا عاد انا هني يعني ولا عندهم كلمه لا لا سي بون متهمين كلمه معنا مع لونترونور مع الرئيس الجمعيه معنا اللي هو بصراحه الرئيس الجمعيه محترم ومحترم معنا معنا محترم بصفه غريبه معنا الرئيس الجمعيه اللي في ابها بصراحه قال لي راه سي بون كلمه كلمه. هما كانوا في استاج وقتها في تونس في هما لا لا هما قبل الوقت بعد جينا قبل جو معنا من يوم السعوديه باش صحوا صحوا معايا صح انا ومشاور الوقت جو على بذمتك انت اي عاد ساعات فهمنا معناها تقبل غرب جمعتين قلت لهم راني ما نجمش غير تنصحح معناها كل شيء في الجمعه هذيك حبوا هما من ماي لكن قلت لهم خلوني تو مركز على الشامبيونز ليج وقتها ربع نهائي ولا في ديمي فينال مع مازمبي نلعبوا قلت لهم نوصلوا زول فينال بعد ما اللي فيه الخير ربي سار فيه. به علاش نادي ابها؟ علاش نادي ابها؟ خاطر العروض اللي جاتني معناها مع الجو نتاعي معناها مع حمزه الشيق موجود حي موجود مرحبا به جاوني معناها من الامارات ومن قطر ومن السعوديه انا معناها غير الحقيقه معناها مش كذا بخاطر مشيت توا معناها للسعوديه ولا حاجه انا معناها وديجا معز معناها يعرف انا ومعز بن شرفي كنا معناها غير نتبعوا البطوله في السعوديه مش نورمال معناها حتى قبل ما نمشي انا للسعوديه معناها عندي عليها فكره وكنت معناها ماذا بيا نكون موجود غادي وقت جاتني عرضوا الفكره نتاعهم مدرب معناها تونسي عبد الرزاق الشابي معناها هو الستاف كله مع تونس جات الفكره هي اللي خلتني معنا باش نختار فريق ابها. مش حكايه فلوس؟ لا مش حكايه فلوس يا اخي في سبرونس في سبرونس يلعب في سبرونس ما يخوش في الفلوس كنت مش نفس الفلوس المونتون اللي خلص صحيح ولا مليون دولار في عامين؟ الله اعلم عاد ايش لا مش مليون دولار اكثر شوي اما معناها اللي معناها حتى في الاسبونس يلعب في الاسبونس ياخذ فلوس كان جيت معناها نحب نختار الفلوس نجي نمشي نلعب في قطر وجاني اوفر 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 في قطر اكثر من اكثر لا علينا توصيت او المكتبش ليش معناها كان جيت نحب نختار الفلوس خاطر شفت الفارق بين السعوديه وقطر معناها كالكوره كاريت معناها في السعوديه خير دونك هذاك علاش مشيت للسعوديه يعني مشيت للسعودية مش على خاطر الفلوس معناها كما كنت تلعب في أبها كما في أي جمعية أخرى مهم تحب السعودية معناها نحب السعودية نحب نلعب في الشامبيون بتاع السعودية ما كانش شمه حاجة من الوراء بساعد وقتها لا وقتها من السعودية وجيت من السعودية ومن قطر ومن الإمارات عبد الرزاق الشابي كان عنده دور في الصفقة ايش معناه كان عندي دو عاش هو طلبك مثلا حب عليك ايه بطبيعة هو معناها اللي حب علي معناها اللي جاته الفكرة مشى غير حكام على جو تاعي قالوا معنا ماذا بيه ساعد ما يعودش في الاسبرونس يجي معنا وكل شيء ورحب بالفكرة ليش سأل وكيد عملك انت حمزة تخدم معه من قبل ولا جاب لك بالعرض ذي لا نعرفه بعضنا من قبل معنا 4 سنين كيف نعرفه بعضنا معنا من اللي كنت نعرف ولا من اللي كنت نعرف في الاسبرونس نعرفه بعض الكيب اللي حبت عليك زادة وقتها الغالي نادي ضمك اللي مركت لها ثلاثة اي اللي مركت لها ثلاثة حبوا عليه ندموا اكيد بعد الله اعلم عادنا عايش ممشيتش ضمك فلوس حاجه هكا لا مش حكايه فلوس راه في السعوديه ولا في قطر ماش فما غير فلوس وقتها يزمك معناها وين تمشي وين تختار حكيت مع لونترونير حكي لنا معناها على الجوالات اللي باش يجيبهم كل شيء رحب بالفكره خاطر ضمك يجيبوا معناها من تشيلي ومن البرازيل ومن الارجنتين واحنا معناها اللي في ابها هذه الاجانب 7 من معناها من افريقيا تلقى جو من المغرب ومعايا معناها العوادي وتزيري وواحد من نيجيريا معناها من فهمت من افريقيا مش كيما من البرازيل ولا الارجنتين تعرفش عليه عقليته كيفاه وكيفاش يخامو وكل شيء احنا ديجا معناها كجروب معناها تقرب لبعضنا على الاخر معناها كجوالات نسكن مع بعضنا معناها كل شيء نعملوا مع بعضنا معناها عائله واحده هذاك علاش شفت معناها النتائج معناها تقدموا فيها توا في الشامبيونات.
الترجي ما استفادش ماديا من خروجك. الترجي نصور استفاد معناها من الكروين خير من اللي من ماديا. اي ما كناش من الزوز ذات اي الزوز، لكن معناها صور الخروج متاعي معناها معناها متغشش متغشش عليه حتى واحد، كما معناها فرحتهم انا كما 4 سنين نتصور هما ما عرضوش عليك التجديد. لا عرضوا عليه بطبيعة، عرضوا عليه التجديد وحكيت مع سي حمدي في الموضوع. وقتاش حكيتوا في جانفي؟ وقتاش بالضبط؟ لا مش في جانفي، في في اول مارس قبل ما تفشلوا من نهاية العقد. اي ما هو ورد بحكم معناها وقتها حكيت 9 جوهرات مع الفان كونترا. اي ما نشوفش تحكي معهم مع بعضهم 9 امبوسيب. فهمت. لازم بالواحد بالواحد تحكي، انا احكيو معايا في مارس التجديد قدر ما عندي حتى مشكله. وقتها وقتها تحكيو معايا ما فماش حكايه الحكايه دي نتاع السعوديه ما فماش جمله معناها. وقتها من بعد معناها ربي سهل ربي سهل في السعوديه. إيه حكيتوا علاش ما جددتش وقتها؟ ما تفهمتوش شنو بالضبط؟ رو انا انا كواحد من الناس والله العظيم نظر في اللغه لشيء من نجم من نجمش نتشرط على اسبيرونس تقولها لا اعطيني الشريف فلاني والشريف فلاني. انت انت معك ولو انه هذا حقك معناها هي نيغوسياسيون هي تختلف هما يقبلوا. انا انا واحد من الناس مع سي حمدي معناها نحترمه برشا معناها نحبه برشا. من نجم ما نجمش نجي في وجهه نقول له راه سي حمدي دير ما نجمش ولا وما يعجبنيش السوم هذا. انا واحد من الناس ما واحد من الناس ما نجمش وهو يعرف الشيء هذا. لي انا في 4 سنين في الاسبيرونس لا فما حتى تنهار هزيت التليفون وكلمته قلت له راني نحب فلوس وحاجه فلوس ما كلمته حتى نهار وشاهد هو هاك يسمع فين. ما شنو صار وقت؟ ما صار حتى شيء. انا نقول له معناها راه مازلت ومازلت ارخم وبلاش يرجع حاجه ما خير كل شيء. وهو معناها حقيقه كان معايا كان معايا معناها التمريج على الاخر. قال لي اوكي تحب تعاود انا نحن نحبوا نعاود لكم مرحبا بك مرحبا بك كل شيء معناها لا حكينا لا في فلوس لا في حتى شيء. فهمتك. مشيت جا لوفا نتاع السعودية قلت له راني خويا راني لهنا سي بون في 4 سنين هزيت هزيت فيها هزيت فيها كل شيء على شو باش نلعب العام الجاي. صحيح سامحني غير هزيت كل شيء هزيت شامبيونز ليج كوبا راب كوب شامبيون وسوبر كوب على شو باش تلعب ما عاد عندك حد شيء ما تهزه في الاسبيرونس. ما لموك شوية لبون لموني غير شوية بون مش غير مش لموني معناها شكون الرئيس؟ لا والله لا الرئيس جاء ماتش تاع بنزرت وقال لي اطلع انت معنا غير في الشامبيون. بالعكس جاء غيرومني معنا يقول لي معنا بدي جنبي الحكايه هذه بعد ما صححت نورمالش صححت خاطر ما شاورتوش ما قلتلوش راني هنا صححت شاف تصويرك للعباد. بعد تقابلت معاه تقابلت معاه كان جاء هو معناه ما يحبنيش ولا ما نعرفش انا راهو باش يلومني ما يقولوش اطلع انت وهز قال لك اطلع هز انت التيتر اي قال لي انت اطلع انت وهز اي وقتها مع سيابي اخر ماتش ايه معنا في 1-1 نصور. مشيت قلت له اخوي الله يرحم والديك انا اخوي جيت معنا 4 سنين عملت فيهم كل شيء وهزيت فيهم كل شيء انت معنا حبيت تعمل لي الجيست هذه يرحم والديك. ما وهزيت وانت وقتها هزيت وانا هزيت وانا وسامح واضح. قلت لي لموك قلت لي قبيلك شكون لا مش لموني معناها تقولوا لي هي وقتاش ترجع كل شيء رجعنا كل شيء جمهور ولا مسؤولين لا الجمهور لا المسؤولين وقتها نتفكر سي رياض والله العظيم كما هكا قال لي انت جيت معانا من جابس لعبت معانا وخرجت معانا نظيف جيت تنظيف ولعبت نظيف وخرجت غير نظيف. رغم اللي برشا ملاعبيه اخرين حتى من ابناء النادي كي خرجوا في الظروف هذيك مثلا نتفكر الكلام تاع اسامه الدراجي انا لاموا عليهم شويه كي خرجوا ليبر اي لاموا عليهم انت وانت وانت والوضعيه اللي خرجت فيها فهمت. انا وقت اللي خرجت هاز زوز شامبيونز ليج معناها للتاريخ نتاع جمعيات في تونس ما هزهمش. احنا وقت الجينيسون هذيك معناها هزيناها غير 6 شهور معناها مستحيل معناها تجي جينيسون اخرى وتعودها. صحيح. انت بيه ما تعتبرهاش خطوه للخلف التحول ابها معناها تراجي تحبوا تكن رياضيين افضل اسم اكبر من ابها معناها يعني انا قلت لك رياضيين في الاسبرونس شنو مزيت باش نهز اللي ما هزيتوش عشان مش نلعب باش نلعب في تشامبيونز ليج هزيته مرتين على بعض صراحه نشوف امكانياتك نتاع الكيب اكبر من ابها الحقيقه. وعلاش ما نمشيوش معنا بالخطوه بشويه تمشي لابها من بعد تطلع مازلت معناها ارتور 25 سنه مازال عندي الوقت معناها نلعب في ابها. وجا كما كنت نحكي لك مرتاح عجبني الجو في السعوديه ان شاء الله العام الجاي علاش ما نمشيش جمعيه مخير. لعبتوا ماتش اميكال في الصيف كونتر الاسبيرونس وي احكينا شويه اللي كوليس تاع الماتش هذاك شنو احساسك وقتها شو حكيتوا مع الملاعبيه؟ عديتوا الضحك 90 دقيقه مع خليل وقتها في اللاكس اللعبه تلعب ويحكي لي هو في حكايات صار معنا مع الجولات تقول له سيبني يا معلم نلعب هو مازال يحكي لي معي هاب كيف على شنو يحكي لك؟ يحكي لي مع الفازات اللي صاروا في الاربع سنين يقول يا معلم ملعب قالت لها الماتش يقول لي لا هكا العام والفاز الفلاني والفاز الفلاني
يعني نقول به إلهي فيك ما فيش.